ما ممكن أنا نصلح الكهرباء إذا انطيناها كل موازنة الدولة العراقية 150 مليار بهاي الطريقة الحالية، ما ممكن. وكهرباء في كل دول العالم، خو احنا ما نختلف عن العالم، خو ما احنا آري عن كل العالم نجي كهرباء في كل دول العالم، اكو شركات استثمارية تجي تاخذ الكهرباء وتنطي الكهرباء والمواطنين يدفعوا فلوسهم، والمواطنين الضعفاء الفقراء اللي ما يقدرون الدولة تتحمل فواتيرهم، وانت تشتري الخدمة. ماكو الماء والكهرباء في كل الدولة، اكو تسعيرة موحدة يقول لك تكلفني هالقد، انت تقول تبيع المواطن بهذا السعر. زين، السعودية اغنى لو احنا اغنى؟ السعودية ذيك الدولة شركة الكهرباء السعودية عام 2023 حققت 4 مليار دولار ربح، بس الدولة تحملت فواتير بعض الفقراء، الجوامع، الامور اللي تتعلق بيها بانه ما يقدرون يدفعون. احنا نجي بحساب بسيط، احنا في عام 2023 كانت الميزانية انفاق على الكهرباء بحدود بين 16 الى 17 تريليون، احنا اللي محصلين من الجباية تريليون و800 مليار. يعني ما محصلين ما يقارب 10% من اللي صرفناه عليه. ماكو اي دولة بالعالم تعمل بهذا النظام. هسه احنا ما يخالف، بس هم عندهم قلة مال مثلا، مو قلة 100 مليار دولار صرفت على الكهرباء من 2003 لحد الان، شنو تحقق من 150 مليار دولار هم اصرفوا بهاي السنة وهم يصلح، هم تصلح وهم تصلح. لا لو تصرف 150 ليش ما تصلح؟ ما تصلح اخي، ما ممكن ان الدولة تدير قطاع الكهرباء. وصلنا النتيجة الدورة ما تقدر لا تدير قطاع الكهرباء، لا تدير قطاع الصناعة، ولا تدير قطاع التجارة. هم مشلبين يريدون يرجعون مرة اللخ بأنه يفتح له معمل هنا، شريكة هنا.